بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم إن شاء الله يوم سموه يوم مشؤوم، اللي هو فيه توديع زميلنا، بالنسبة لي أنا زميل وأخ، ورانا في رحبة من 93 من الجامعة وروح، وخلى بصمات تاعو هنا في الوكالة التجارية لسيدي علي، ونتمنوا له النجاح وين راه ماشي، اللي هي وكالة عين تادلس. هذه هدية بسيطة من عمال الوكالة التجارية لسيدي علي مع المقاطعة الكهرباء والغاز، تكريما لمجهوداته، وان شاء الله ينجح ومشي صعب عليه، يعني عارف بلي مشي صعب عليه في تدلس ان شاء الله. بارك الله وبارك عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة اش نقولوا؟ نتأسفوا على فراق اصدقاء اخوة وزملاء. هاد احنا نشوفوا هاد الوكاله تاع سيدي علي والوكاله التجاريه سيدي علي والمقاطعه التجاريه سيدي علي ما كانتش عباره عن وكاله تجاريه ومقاطعه. احنا راني في هاد الوكاله من 2009، رانا اخوه وبيت واحد، كوميرسيال ولا عامل ومسؤول، تربينا على الصدق والاخلاص الحمد لله يا ربي، وفي خدمنا معكم بالنية، واللي غلطنا معاه نطلبوا منه سماح. وش نقولوا؟ نقول نتمنى لكم التوفيق مع المسؤول الجديد، وحنا فاني طلبوا لنا ربي يسهلنا في هذه المهمة على ربي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم نشكروا سي اسماعيل دواجي على اليامات اللي فوتناهم معاه ملاح، ونتمنوا له المسيره جيده في البلاصه اللي راه رايح ليها جديده بالنسبه ليه، ونشكروا على اليامات اللي فوتناهم معاه، واذا غلطنا معاه يسمح لنا. نشكر السيد اسماعيل دواجي رئيس المقاطعه على السنين اللي قضيناها معاه، والحمد لله كان نعمة الأخ ونعمة المسؤول في هذه المؤسسة. الحمد لله كان نعمة الأخ